وجدة تعالي بسرعة. بكرة تعالي بعباية على الراس. يما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. حركات. طيب ايش رايك نزوجك؟ ما يضحك. أقول وجدة غيري جزمتك المبهذلة هذه. وبعدين إذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملينه ولا تجيبين عيال. غالي عليك 800 ريال. مسابقة تحفيظ القرآن، طبعاً المسابقة بعد 5 أسابيع. إحنا زبنا مبلغ الجائزة صار 1000 بدل 800 ريال. وبيسجل جمعية الدين. سبحان الله فجأة يعني. والله يعني ما تجي بنات ما يكبون السياكل. بس استحي ارتب المدرسة. انت تستحين؟ يا ليت. تحسبي نفسك ولد انت عشان تركبي سيكل؟ لدور ابوك بيذبحك. وكل هذا ليش؟ ابيك تكونين اسعد انسانة في الدنيا. وجدة تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟